أهلاً بالجميع. معتقدة أنها ستفقد باران، أصيبت ديلان بالجنون أخيراً وأخافت ديلان صبيحة. ديلان لم يرى القلادة في يد صبيحة. طلب ديلان المساعدة من الله. الشخص الذي تبع ديلان أثناء مغادرته منزل صبيحة هو باران. عندما رأى ديلان كابوساً، عانق باران وصرخ: لا تتركني. بينما كان ديلان قلقاً بشأن باران، لسوء الحظ أصيب ديلان بالأذى. سيشعر باران بالخوف الشديد عندما يرى ديلان فاقداً للوعي على الأرض. عند سماع صراخ ديلان، جاء باران مسرعاً ورأينا الخوف في عيون باران. سيشعر باران بنفس شعور ديلان، الشعور بفقد من تحب ولا تشعر بألم من تحب. حب باران وديلان قوي بما يكفي للتغلب على كل الصعوبات. يجب على كاتب السيناريو الآن أن يجعل هذين الزوجين في الحب سعيدين. لا ينبغي لباران أن يعاني بعد الآن، ولا ينبغي لديلان أن يذرف الدموع. أولئك الذين يفكرون مثلي، يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. عرف باران أن لديه عدواً. يعرف باران أن العدو الذي يبحث عنه هو الآن الصبيحة. يلعب باران حالياً خدعة على صبيحة. قريباً سينصب باران فخناً للصبيحة، لأن باران يتساءل ماذا ستفعل صبيحة وإلى أي مدى ستذهب. حتى عندما كان باران يعامل ديلان معاملة سيئة، كان باران متأكداً من حب ديلان. سبب غضب باران الحالي هو أن ديلان لا يتكلم. يريد باران أن يثق به ديلان ويخبره بكل شيء، لكن ديلان يظل صامتاً لحماية باران وعائلته. يتم الكشف ببطء عن قصة ابنة صبيحة المتوفاة غولشاه. على ما يبدو، تلتقي غولشاه بباران وتقع غولشاه في حب باران. غولشاه تحلم بباران. تسمع غولشاه فجأة أن باران سيتزوج. لهذا السبب، إن لم أكن مخطئاً، انتحرت غولشاه بسقوطها في البحر بسيارتها. صبيحة تعتقد أن باران يتلاعب بمشاعر غولشاه، ولهذا السبب تريد صبيحة الانتقام من باران. مرحباً بالجميع. رأى باران صبيحة وديلان يتحدثان. سيتصرف باران غاضباً من ديلان مرة أخرى. يعتقد باران أن هناك تناقضاً بين سلوك ديلان وكلماتها. سيقوم العم أحمد مرة أخرى بتهدئة باران ويبدأ في جعل باران يرى الحقيقة. أحضرت صبيحة بعض الأغراض التي أعطاها باران لديلان، مثل دبوس الشعر والخاتم، في صندوق. ستقول ديلان إنها لم تعد بحاجة إلى هذه الهدايا وستعطي الصندوق لباران. لا ينبغي أن يظل ديلان صامتاً بعد الآن ويخبر باران بكل شيء، وإلا فإن صبيحة سوف ترغب في إيذاء باران مرة أخرى. نظر ديلان وجهان إلى باران وصرخ: أتمنى ألا تفعل صبيحة أي شيء سيء لباران. نشاهد المسلسل من أجل حب باران وديلان. أولئك الذين يفكرون مثلي، يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. يريد باران من ديلان أن يتحدث الآن، لأن باران يريد أن يعانق المرأة التي يحبها ويشبع رغباته على أكمل وجه. صبيحة تريد منع ترغوت من التحدث. يبدو أن حياة باران ستكون في خطر مرة أخرى. سيكون جيهان وديلان خائفين جدا من حدوث شيء سيء لباران، لكن لن يحدث شيء لباران. أهلا بالجميع. تريد صبيحة من ديلان أن يخرج ترغوت من غرفة التخزين. ديلان يهدد صبيحة. بينما كان ديلان يغادر منزل صبيهان، كان هناك شخص ينظر إلى ديلان. اتضح أن هذا الشخص هو باران. سأل باران ديلان أين ذهبت ليلنا. ستخبر ديلان باران أنها خرجت للتو لتستنشق بعض الهواء. سيتأكد باران الآن من أن ديلان يخفي شيئا ما، ولم يفعل ديلان ما أرادته صبيحة. ديلان خائفة جدا، لذلك كان لدى ديلان كابوس مخيف في الليل. عانقت ديلان باران وقالت إنها رأت باران يموت في حلمها. يجب أن يفهم باران أن صبيحة تهدد ديلان. لا ينبغي أن يعاني باران وديلان بعد الآن. أولئك الذين يفكرون مثلي، يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو.
بينما يتجول باران في الحديقة، سيرغب ديلان في مشاهدة باران من مسافة بعيدة، لأن ديلان قلقة من أن صبيحة ستؤذي باران. سيرى ديلان شخصاً ما في الحديقة وسيتصل ديلان بباران. سوف يضرب الرجل السيء رأس ديلان ويهرب. يتصرف ديلان بطريقة من شأنها أن تكسر قلب باران وكبريائه. لقد تحطم قلب باران، ومع ذلك أراد باران سماع كلمات الحب من ديلان، وبدأ باران يعتقد أن ديلان كان في ورطة. رأى ديلان الألم في عيون باران. سيبدأ ديلان في كره نفسه بسبب ما فعلته بباران، لأن ديلان وضع باران حرفياً في القبر قبل وفاته. باران يحب ديلان بحب كبير. مثل هذا الحب الكبير لا ينتهي فوراً، بل يتحول إلى كراهية. بدأ باران الآن يكره ديلان. أمام ديلان الآن طريقان، إما أن يخبر ديلان كل شيء لباران ويخاطر بحياة باران وعائلته، أو ستحتضن ديلان غضبها تجاه صبيحة وتبدأ في القتال مع صبيحة بينما تحمي باران. بدأ حب باران وديلان يتحول إلى حب مستحيل يوما بعد يوم. يجب على سعيد قراءة الرسالة التي تركها والد ديلان، ويتبين أن صبيحة هي والدة ديلان بالفعل. لا ينبغي لكاتب السيناريو أن ينهي حب باران وديلان. أولئك الذين يفكرون مثلي، يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. سيخبر ديلان صبيحة أنه سيحاسب باران على كل ما جعلته يمر به. ستقول ديلان إنها فقدت الرجل الذي أحبته، وأن السبب الوحيد الذي ستعيشه بعد اليوم هو الانتقام الذي ستأخذه من صبيحة. صبيحة سوف يكون لها كابوس. ستقول صبيحة أن أخطر الناس في هذا العالم هم أولئك الذين فقدوا كل شيء. باران غاضب جداً الآن، وسيحاول باران أولاً العثور على عدوه. بفضل حسن، سوف ترغب صبيحة في منع ترغوت من التحدث، وأعتقد أن حسن سيقتل ترغوت، وعلى الأرجح سيستخدم السم في هذه المهمة. سينظر باران في عيون ديلان بالحب ويقول إنه يريد سماع الحقيقة. عندما يكون ديلان على وشك التحدث، ستأتي صبيحة وسيبتعد ديلان عن باران. سيرغب باران في تغيير قميصه لأن جرحه ينزف. سوف ترغب ديلان في مساعدة باران. سوف يغضب باران لأن ديلان لم يقل الحقيقة. بينما يصبح باران وديلان عنيدين، يسقط باران وديلان على السرير. سوف يرغب باران في ديلان كثيراً وسيريد باران تقبيل ديلان. لسوء الحظ، ستوضح ديلان أنها تواصل الانتقام من باران.